يتفق الطلب مع العرض لينتج كما مع سعره. يتفق الطلب مع العرض لينتج كما مع سعره. قد يأتي الطلب بأشكال وهي الأشكال من العرض. مرن وعديم وأحادي أشكال الطلب مع العرض. يتزن العرض مع الطلب عند التساوي أو القطع. ينحدر الميل من الطلب وهو المتصاعد من العرض. ينحدر الميل من الطلب وهو المتصاعد في العرض، أي أن الطلب ينخفض عند الزيادة في السعر. ينخفض الكم من العرض عند النقصان من السعر. هذا هو قانون الطلب والعرض والعلاقة بينهما. أرجو أن تفيد الطلب جميعا حيثما كانوا. يتفق الطلب مع العرض لينتج كما مع سعره. قد يأتي الطلب بأشكال وهي الأشكال من العرض. مرن وعديم وأحادي أشكال الطلب مع العرض. يتزن العرض مع الطلب عند التساوي أو القطع. ينحدر الميل من الطلب وهو المتصاعد في العرض، أي أن الطلب ينخفض عند الزيادة في السعر. ينخفض الكم من العرض عند النقصان من السعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.